بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين، حرص الإمام الحسين عليه السلام على هداية أعدائه. لقد كان للإمام الحسين عليه السلام في كربلاء مواقف إنسانية تتزاحم فيها القيم والمبادئ الأخلاقية لكثرتها، فلن تجد حصراً لتجليات الرحمة التي ملأت قلبه حتى مع أعدائه، إذ كان عليه السلام قبل نشوب الحرب يحذرهم من خطورة ما هم مقبلون عليه من مغبة جرأتهم على قتله وسفك دمه الطاهر، ويذكرهم بمكانته من رسول الله صلى الله عليه وآله، ويظهر خوفه عليهم من عذاب النار وعدم خروجهم من الضلالة إلى الهدى. وهذا ما نجده في خطابه عليه السلام يوم عاشوراء لجيش الأعداء الذين اجتمعوا على قتله، إذ يقول لهم: أولم يبلغكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي؟ هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت كذبا منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله، وإن كذبتموني فإن فيكم من لو سألتموه عن ذلك أخبركم، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ فإن كنتم في شك من هذا أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، إلا أن هؤلاء اللعناء قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم، فباعوا دينهم بدنيا غيرهم، وأقدموا غير مكترثين لنصحه وإرشاده إياهم لطريق الحق، فارتكبوا أبشع جريمة بقتلهم آل النبي وأهل بيته الأطهار، ألا فسحقا لأصحاب السعير. وما هي إلا لحظات لحين الأذان، وهي من أوقات إجابة الدعاء: ارفعوا الأيدي على الرؤوس ورددوا الدعاء معا، فهذا وقت الدعاء ومن الله الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم كل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات.